السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعينا الأعزاء مباراة اليوم مباراة قوية جدا مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بدأ الشوط الأول من مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في الدقيقة الواحد وعشرين حيث سجل اللاعب رياض محرز الهدف الأول للجزائر اليوم وبهدف رياض محرز متابعه نتيجه مباراه الجزائر وبوركينا كان منتخب الجزائر في مواجهه مصريه امام بوركينا بالجوله الاخيره من التصفيات يتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعه برصيد 13 نقطه انطلقت مباراه الجوله الاخيره بين منتخب الجزائر وبوركينا في المجموعه الاولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 اليوم الثلاثاء 16 11 2021 ألف مبروك للمنتخب الجزائري مقدما إن شاء الله يحقق أهداف كثيرة النهاردة وإن شاء الله ربنا ينصره على بوركينا